هنا الرياض، أهلا بكم. البرلمان التركي يوافق على مشروع قانون لتعديل الدستور تمهيداً لإقرار النظام الرئاسي. صلاحيات واسعة تنتظر الرئيس إردوغان، والشعب يقول كلمته أبريل المقبل. معضلة قانون الانتخابات تلقي بثقلها على المشهد اللبناني. مطرقة الستين والسندان المختلط في مواجهة موازين القوى في البلاد، وعون يراهن على العيش المشترك وفق الطائف. صلاحيات رئاسية واسعة منحها البرلمان للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتمريره نص التعديلات الدستورية الجديدة بأغلبية تخطت 330 صوتا من مجموع 550. وبعد أن كان منصب الرئيس شرفيا إلى حد كبير، تدخل أنقرة حقبة جديدة يعتبرها المراقبون ولادة للجمهورية الثانية، التي تتركز فيها مفاصل وتفاصيل حكم الدولة في يد رئيسها إردوغان. وبين مؤيد للتعديلات يؤطرها ضرورة للاستقرار، وبين معارض يعتبرها تهدد حياد منصب الرئيس، تبقى الكلمة الأخيرة للشعب التركي الذي من المتوقع أن يذهب إلى الاستفتاء على التعديل الدستوري خلال شهر أبريل المقبل. فإلى أين تأخذ تركيا سفينة التعديلات الدستورية؟ وهل إنجازات إردوغان سهلت الأمور لتركيز صلاحيات قيادتها في يده؟ وكيف يمكن موازنة الأمور داخلياً لاحتواء مخاوف المعارضة؟ قاب قوسين أو أدنى بات مشروع تحويل نظام الحكم في تركيا من برلمانيا إلى رئاسيا قيد التحقيق، بعد أن خرج من البرلمان التركي حاملا أغلبية أصوات وصلت إلى 339 صوتا إثر تحالف شمل حزب الأكبرت الحاكم مع حزب المهبي، ليمرر القرار الآن إلى الشعب التركي صاحب الكلمة الفصل فيه، وذلك بعد 60 يوما من مصادقة رئيس البلاد عليه ونشره بالجريدة الرسمية. إن التعديلات الدستورية المقترحة بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلا. الآن أصبح القرار بيد الشعب التركي. بموجب التعديل الدستوري الجديد تكون ولاية الرئيس 5 سنين قابلة للتجديد مرة واحدة ودون انقطاع عن حزبه، متوليا الصلاحيات التنفيذية وقيادة الجيش وتعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، كما يلغي التعديل كافة المحاكم العسكرية، فيما يرتفع عدد نواب البرلمان إلى 600، ويستخدم البرلمان صلاحياته في الرقابة والتفتيش وطلب التحقيق بحق الجميع ضمنا رئيس الدولة. صفحة جديدة تكتب الآن بتركيا بعد مصادقة البرلمان لمشروع التعديل الدستوري، صفحة يكون فيها القضاء والجيش التركي مؤسستان تخضعان للسلطة التنفيذية بعد أن كانا لاعبين أساسيين في الصراع السياسي بالبلاد، فيما يبقى الشارع التركي منقسما بين مؤيد ومعارض رغم استطلاعات رأي تؤكد إمكانية حيازة المشروع لصوت شعبي يحوله من ورق الساسة إلى واقع السياسة. إلى ملعب الشعب تنتقل كرة التعديل الدستوري الجديد في تركيا، فيما يتوقع مراقبون أن تشهد التعديلات حراكا مناهضا من بعض الأحزاب المعارضة. لبرنامج هنا الرياض، علي تباب، إسطنبول.
وللنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن مشروع التعديلات الدستورية ودلالات إقرار البرلمان لها وكيف ينظر إليها الداخل التركي، وماذا عن المحور الأوروبي؟ ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي كمال البياتلي، وكذلك أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية جامعة إسطنبول دكتور سمير صالحة. مساء الخير جميعا. وأبدأ بالدكتور صالحة، يعني تمرير هذه التعديلات في هذا الوقت تحديدا الذي تمر به تركيا، هل تعتقدون أنه سيجد يعني قبولا من الداخل التركي؟ أو لأعيد السؤال بصيغة أخرى، هل يراهن اليوم إردوغان على تمرير هذه التعديلات في هذا الوقت تحديدا؟ مساء الخير، اولا احيي ضيفك ومتابعيك في هذه الحلقه. سؤال اساسي، هل تحتاج تركيا الى دستور جديد؟ نعم. لماذا؟ لانه هذا الدستور المعتمد حتى الان هو دستور أقرته المؤسسة العسكرية التركية بعد انقلاب حدث في تركيا عام 1980. بعد عامين من هذا الانقلاب عام 1982 كان هناك دستور جديد لتركيا اعتمدته المؤسسة العسكرية وما زال يطبق حتى الآن. شهد هذا الدستور تعديلات كثيرة، لكن لم يكن هناك نقاش باتجاه إعلان دستور ديمقراطي حقيقي في تركيا. مع الأسف كان هناك محاولات كثيرة من قبل الأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة، لكن لم يكن هذا التفاهم والتفاهمات كاملة. الآن أيضا تركيا تذهب بمحاولة جديدة باتجاه هذا الدستور. المسألة أنه ليس هناك الآن دستور جديد يناقش في تركيا، المسألة الآن هي تغيير في دستور 1982، لكن بطابع أساسي جذري في عملية التغيير، نقل شكل النظام كما أشرتم أنتم أيضا قبل قليل في تقريركم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. هذه نقطة نقاش أساسية الآن في تركيا. نقطة ثانية، الاستغناء أو التخلي عن موقع منصب رئاسة الوزراء في هذه التعديلات، نقطة ثانية برأيي في غاية الأهمية. نقطة ثالثة أساسية، توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. هذه المسائل كلها الآن حملت معها نقاش جديد في الداخل التركي على مستوى القيادات السياسية، على مستوى الأحزاب، وعلى مستوى إعلام وشرائح المجتمع التركي. البرلمان قال ما عنده، وتركيا الآن ستذهب إلى الاستفتاء بعد نتيجة التصويت في البرلمان. قبل ذلك احتمال أن نذهب في تركيا حزب الشعب الجمهوري تحديدا أن يذهب إلى المحكمة الدستورية التركية، هذا متوقع في الأيام المقبلة للاعتراض على مشروع القانون. إذا ما وافقت المحكمة الدستورية على هذا الاعتراض فسيكون هناك، سنعود إلى نقطة البداية ونقاش جديد تحت سقف البرلمان. إذا وافقت المحكمة الدستورية على مشروع القانون فسنذهب عندها إلى الاستفتاء العام في تركيا. التوقعات هي شهر أبريل نيسان المقبل، حتى الآن ليس هناك تاريخ رسمي معلن. سيد البياتلي، يعني برأيك تركيا اليوم تمر بمفترق طرق على المستوى الإقليمي، قد يبدو أن تركيا ليست في على المستوى الاقتصادي، ليست تركيا قبل حوالي 5 سنوات أو أكثر، حتى على المستوى السياسي فوز العدالة والتنمية بالانتخابات الأخيرة ليس كما قبلها، لكن هناك رغبة من حزب العدالة والتنمية والرئيس إردوغان أن يمضي في تعديل الدستور. برأيك على ماذا يعول الرئيس إردوغان في نجاح أو إمضاء هذه التعديلات الدستورية؟ نعم، السلام عليكم. أنا منذ البداية من معارضي التفرد السلطوي، أي وضع السلطة جميعا بيد شخص واحد، هذا ما يجري الآن. وكذلك تركيا في هذه الحالة في الوقت الراهن وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، سواء بالنسبة للأزمة السورية أو العراقية أو الأزمة الاقتصادية، وكذلك العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي، لم تكن بحاجة إلى هذا الشيء. ولكن
منذ أكثر من 20 سنة، وجهات عديدة تطالب بوضع دستور جديد، ولكن هذه التعديلات أيضا ليست كما ذكر الدكتور سمير صالحة ليست بدستور جديد، بل تعديل آخر، ولكنه تعديل جذري كما وصفه، حقيقة تعديل جذري وكبير جدا. على ماذا يعول؟ المساندون لهذا التعديل الدستوري وكذلك الرئيس رجب طيب أردوغان يقولون إن جمع السلطة في مكان واحد سيكون أسهل وأكثر فاعلية في إدارة شؤون البلاد وهي في مرحلة حرجة. هذا ما سنراه في المستقبل إذا تم تنفيذ أو إقرار التعديل الدستوري. ولكن الصحيح النظام الرئاسي مع تفضل طيب، النظام الرئاسي معمول به في دول عديدة، صحيح هذا، ولكن لكل دولة خصوصيتها. في تركيا نحن نضرب المثل دائما في النظام الرئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية. صحيح الديمقراطية هناك أعلى بكثير من المستوى الذي لدينا، هذا شيء يجب أن نعترف به. كذلك هناك بعض العوامل التي ليست موجودة لدينا، ما يعيق توسع الديمقراطية وتطورها في تركيا باعتقادي واعتقاد بعض الأشخاص. العائق هو قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، هذين القانونين يضعان جميع السلطة وجميع أساليب الضغط من رئيس الحزب على نوابه، أي أن النائب نائب أي حزب لا يستطيع، أنا لا أقصد فقط الحزب الحاكم بل جميع الأحزاب، الرئيس الحزب هو الذي يحكم على الأشخاص الذين سيترشحون للبرلمان. هذا بحد ذاته وسيلة ضغط، لأن الشخص هذا يعرف أنه إذا خالف رئيس الحزب فسوف لن ينتخب مرة ثانية، لن يدخل قائمة المرشحين. هذا الشيء يجب تعديله، وإلا فإن جميع المصطلحات وجميع الخطابات عن الديمقراطية والحرية كلها لن تكون فاعلة إذا استمر العمل بقانون الانتخابات الحالي وقانون الأحزاب. في أمريكا الرئيس الدولة لا يستطيع التأثير على آراء النواب سواء في المجلس النيابي أو في الكونغرس الأمريكي. نعم، لهؤلاء توضحت الفكرة سيد بياتلي إذا سمحت، حرية التعبير عن آرائهم واتخاذ موقف. نعم، دعني أنتقل للدكتور صالح. دكتور صالح، يعني برأيك هل قانون أو التعديلات الدستورية قد تفتح باب آخر لمسألة ربما معقدة أكثر على مستوى قانون الأحزاب وقانون الانتخابات كما تحدث السيد البياتلي؟ بمعنى هل الرئيس أردوغان مستعد لمواجهة هذه الاستحقاقات فيما إن يعني تم التصويت على هذه التعديلات بالموافقة؟ نعم، يعني نعرف تماما أن تركيا الآن تعيش حالة استثنائية، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تمت في 15 منتصف يوليو تموز المنصرم.
ونعرف أنه كما تقول الحكومة أنه الأسباب التي دفعتها للطرح والإسراع في نقاش هذه التعديلات الدستورية هي ارتدادات المشهد السياسي والدستوري والحزبي والأمني في الداخل التركي بعد هذه المحاولة. لذلك هي تريد أن تسرع وأن تخرج من مسألة تعدد الآراء وتعدد المواقف في قرار العمل السياسي. يعني هي لا تناقش مسألة التعددية في الآراء، بل مشكلة أساسية هي أنه هناك أكثر من رأي يطرح وهناك أكثر من موقف يتضارب، ولا يكون هناك نتيجة حقيقية على الأرض تفتح الطريق أمام القرار السياسي في تركيا، سواء كان في الداخل أو على المستوى السياسات الخارجية. هذه نقطة تركز عليها قيادات العدالة والتنمية، لكن أنا أريد أن أقول لك كنت أفضل أنا أن يسبق هذا النقاش نقاش حقيقي في تغيير القوانين أساسية في موضوع نظام العمل الحزبي في تركيا، مسائل أساسية تسبق مسألة تغيير شكل النظام أو إلغاء منصب رئاسة الوزراء. مع الأسف لن نذهب بهذا المنحى. نقطة ثالثة، تركيا الآن تعيش حالة استثنائية، قلت لك حالة الطوارئ الآن أتت في تركيا وموجودة. لذلك لا أظن أنه حزب العدالة والتنمية عندما يذهب وراء الاستفتاء الشعبي في الأشهر المقبلة سيبقي هذه حالة الطوارئ هذه موجودة، لأنه لابد من إلغائها لتكون الأجواء مختلفة عن الأجواء التي تعيشها تركيا في هذه المرحلة، لأنه تركيا تريد أن تكون جزء من الاتحاد الأوروبي، من المجتمع الأوروبي أيضا. وأظن الجميع الآن سيضغط أو يحاول أن يؤثر بشكل أو بآخر على المشهد السياسي والدستوري في تركيا. نقطة أهم، سؤال استطلاعات الرأي الآن، ما الذي تقوله؟ استطلاعات الرأي بغالبيتها كما أنا أفهم تقول أنه هذا التعديل سيمر عبر الشارع والمواطن سيدعمه أيضا ويقف إلى جانبه. لكن هناك أيضا مشكلة تقنية موجودة على الأرض، أنه لا يوجد معارضة في تركيا، معارضة حقيقية منذ عقود طويلة قادرة على التأثير والتعبير في مواقفها، لا تمثل لا تعكس وجهة نظر المعارضة. هي ليست مشكلة الحزب الحاكم، هي مشكلة المعارضة في تركيا بحد ذاتها، لأنها دائما تنقسم تتفكك وتضعف أكثر فأكثر. الآن نجد حزب في المعارضة، حزب الحركة القومية اليميني، يقف جنبا إلى جنب مع حزب العدالة والتنمية ويدعمه في هذه التعديلات الدستورية، ويقول لقواعده الشعبية بأن تصوت بنعم تدعم الدستور. هذا يعني أن تركيا بعد 3 أشهر ستذهب بمنحى جديد اسمه برأيي مصطلح أو شعار تركيا المحافظة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه حزب العدالة والتنمية اليميني المسلم المحافظ سينسق مع حزب يميني أيضا مسلم ومحافظ، وتظهر صورة جديدة لتركيا، والبقية ستبقى المعارضة بطابع الكمالي بطابع مختلف تماما في الطرف الآخر. أي نوع من التوازنات؟ هذه برأيي نقطة نقاش أساسية نتابعها في المشهد السياسي والحزبي والدستوري. نعم سيد البياتلي، يعني كما تقول مراكز الاستطلاع زي مثل مركز أوبتيمار يقول أن تقريبا من 51 إلى 53% ستمضي هذه التعديلات الدستورية بشكل كبير. هذا يعني يرده الدكتور سمير صالحة إلى ضعف في المعارضة التركية وتفككها، ويعني وكأنه يقول أنه ربما ليس قوة في العدالة والتنمية بقدر ما هو يعني عدم وجود منافس أو شخص أو هيئة سياسية أو حزب سياسي حاضر في المشهد السياسي يمكن التعويل عليه في هذا الوقت تحديدا. هل يمكن اليوم للمعارضة أن تحقق أو تقوم بعملية مخالفة لهذه التوقعات السائدة؟ نعم كلام صحيح تماما 100% ما قاله الدكتور سمير. المعارضة ضعيفة، بل حتى كلمة الضعيفة خفيفة أعتقد. زعيم حزب الحركة القومية إلى ما قبل 5 أشهر كانت لديه خطب نارية يهاجم بها النظام الرئاسي بكلمات جدا
قاسية، ولكن بعدما بدأت هناك حركة داخل الحزب لتغييره والإطاحة به، اقترب من الحزب الحاكم وبدأ يساند الحزب، أي أنه نسي أنه من المعارضة، وحصل على دعم كبير من الحزب الحاكم، حيث طرحت القضية قضية تنحيته من الرئاسة، رئاسة الحزب، على محاكم معينة قررت عدم صلاحية ما جاء في عملية التنحية، في حين أنها كانت قانونية 100%. وأخذ الآن يرد الجميل، حتى أن الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، كان قد تناسى في غمرة الأحداث والتطورات المتتالية في تركيا وفي الدول الجوار، كان قد تناسى مسألة النظام الرئاسي، وقام رئيس الحزب هذا بطرح الموضوع على الملأ، وأثار الموضوع إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة، إلى هذه المرحلة. صحيح. طيب كيف يكون حزب معارض وله مواقف كان يصف النظام الرئاسي، من يطالب بالنظام الرئاسي في تركيا بأنه خائن، يصل إلى درجة أنه يكون من أشد المتحمسين لهذا النظام؟ أي أن هناك مع الأسف كما قلت، هذا دليل أيضا على أن زعامة الحزب يجب أن تكون بعيدة بمنأى عن الضغط على أعضاء الحزب. لولا هذا الشيء لرأينا أن معظم نواب هذا الحزب لا يساندون التعديل الدستوري، كما سمعنا سابقا في تصريحاتهم. كذلك استقال البعض من الحزب، وكذلك هناك قطاع كبير من القاعدة الشعبية لهذا الحزب سوف يصوت ضد التعديل الدستوري. كل هذه ترينا أن هناك ليس فقط الإتيان بنظام رئاسي أو شبه رئاسي، بل إضفاء الشرعية على حرية التعبير عن آراء النواب و بقية المسؤولين. نعم سيد بياتي، اتضحت هذه النقطة. مثلا هناك بعض المواد التي تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب البرلمان من 25 إلى 18، هذا أمر في الحقيقة مضحك. الشاب الذي في سن 18 وبعده الشاب حديث، هل يستطيع أن يصوت على مقررات تخص هامة تخص البلد كلها؟ لا. كذلك ما معنى رفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وكأنهم يفعلون أشياء مهمة، كل معظمهم لا يعمل شيئا غير رفع اليد فقط. نعم سيد بياتلي، اتضحت هذه النقطة. دعني أنتقل إلى الدكتور سمير صالحة إذا سمحت. كما يقول البعض اتخذت بشكل متسرع. نعم. دكتور سمير، يعني تحدث سيد البياتلي عن عدة نقاط، ولكن الملفت في هذه النقاط جزئية مهمة جدا، هو تفكك الأحزاب السياسية الموجودة اليوم في تركيا وانفضاضها عن الأحزاب الموجودة التقليدية، وهذا إما سيؤدي إلى تحريض إلى تحريض هذه التشظيات والدخول في ائتلافات حزبية جديدة، وبالتالي نشوء أحزاب جديدة في المشهد التركي، وأيضا هذا يعني انحسار الأحزاب التقليدية الموجودة، وكذلك بروز المستقلين كقوة تعمل بشكل كبير ونشط، يضاف لها المعارضين من الشعب لهذه التعديلات الدستورية والذين يقتربون إلى 50%. نعم، يعني أنا أتفق معك في الكثير مما قلته أنت.
في هذه القراءة. المشكلة في الأيام المقبلة إذا ما بدأت في تركيا نقاشات عملية الدستور التعديلات الدستورية وذهبنا إلى المواطن لنطلعه على هذه التفاصيل إيجابيات وسلبيات ما يناقش، لا أظن أن الأحزاب السياسية الآن الموجودة خصوصا في المعارضة سيكون لها دور أساسي في التأثير على قرار الناخب التركي مع الأسف، وهذه مشكلة كما قلت لك أساسية في صفوف المعارضة. من الذي سيذهب ليشرح ويحاول أن يقنع الشارع بأنه مثلا هذه المواد تتضمن بعض السلبيات أو ينبغي رفض هذه الحزمة؟ نقطة أولى. نقطة ثانية أساسية الآن في تركيا، نعم، كما قلنا قبل قليل حزب الحركة القومية إلى جانب الحكومة، نعم، حزب الشعب دكتور الجمهوري سمير. إذا سمحت لي العلماني، نعم، هو الذي الآن يقود بمفرده هذه العملية تقريبا، نعم دكتور لكن المشكلة، نعم، تبقى برأيي أنه في حزب ثالث محزوب على حزب الشعوب الديمقراطية أكراد تركيا، قيادته الآن تعاني من مشكلة أنها مرتبطة، متهمة بأنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الإرهابي، وهذا أيضا نقطة نقاش أساسية تدفعنا إلى طرح السؤال مجددا، أنه التعديلات الدستورية نحتاجها، لكن هل مسألة التوقيت، نعم، هل هي فعلا الآن اتضحت أم في مرحلة لاحقة؟ شكرا لك دكتور البلاد. سمير اتضحت أخرى اتضحت هذه النقطة إذا سمحت لي نطرح. شكرا لك دكتور سمير صالحة، شكرا لك أيضا سيد كمال البياتلي. نتابع في هنا الرياض بعد فاصل قصير. حكومة الحريري في سباق جدي مع الوقت لإنجاز قانون الانتخابات، عون يرفض قانون الستين ومطالبات بتعديله منعا لتأجيل الاستحقاق النيابي. Thank you.
حكومة الانتخابات في مواجهة معضلة الهدف الذي جاءت من أجله، عنوان أصبح يجسد الواقع اللبناني في ظل الصعوبات التي تواجهها حكومة سعد الحريري للخروج بتوافق ينجز ملف الانتخابات، لينضم بذلك إلى العقبات التي تم تجاوزها بنجاح مؤخرا بفضل الرغبة في التوافق الوطني. استحقاق انتخابي دخل مرحلة العد العكسي للمهل، ومعه تسارعت وتيرة الاجتماعات والمناقشات بين الإبقاء على القانون القديم والمعروف بقانون الستين أو الذهاب إلى تسوية تخرج بقانون جديد للخروج من هذا المأزق. أطراف لبنانية تبدو اليوم مع الذهاب في إطار قانون الستين الذي يوفر لها أغلبية مريحة، بينما تبدو ثنائية التيار الوطني والقوات اللبنانية علاوة على حزب الكتائب بحاجة ماسة ورئيسية لقانون يترجم الثقل الذي باتت تمثله الطائفة في مشهد لبنان، خصوصا عقب انتخاب رئيس البلاد ميشيل عون. إذن هي معركة جديدة يخوضها الفرقاء الرئيسيون باتجاه انتخابات 2017، فهل سيتجاوز لبنان عقبة قانون الستين؟ وإلى أي مدى يمكن إجراء الانتخابات في توقيتها؟ وإذا كان كذلك فهل تكون بقانون قديم جديد؟ وهل ستكون مفردة العيش المشترك مفتاح الحل لهذا الملف كما يقول اتفاق الطائف؟ كما على طاولة مجلس الوزراء الموسعة، كذلك في الاجتماعات الرئاسية والوزارية العلنية منها والبعيدة عن الإعلام، يبقى قانون الانتخابات النيابية موضع متابعة دقيقة، خصوصا وأنه ينبغي دعوة الهيئات الناخبة قبل 18 من فبراير القادم، أي بعد 24 يوما فقط. لبنان إذن دخل في سباق جدي مع المهل الانتخابية، ورئيس الجمهورية ميشيل عون ينطلق من اتفاق الطائف ليؤكد على ضرورة تطبيق ما ورد فيه لناحية إقرار قانون انتخابات جديد يضمن صحة التمثيل. موقف رئيس الجمهورية تظاهره كتلته النيابية. رئيس الجمهورية يرفض السير بقانون الانتخابات الحالي المعروف بقانون الستين. رئيس الحكومة سعد الحريري يؤيد موقف عون ومعه حزبي الكتائب والقوات وحزب الله، غير معارضين فكرة التمديد التقني لأربعة أشهر إفساحا في المجال للتوافق على قانون جديد. لكن فرقاء آخرين وفي طليعتهم الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جملاط يتمسكون صراحة بالقانون الحالي على قاعدة إنه الأصح تمثيلا. كل فريق عم بحاول يفصل القانون على أيسه. هلأ إذا ما في مجال يوصلوا لشيء متطور وحديث، يعني نحن بنظرنا انه يعني اللي بيحقق التمثيل الصحيح والعدل وما حدا بيكون مغبون يكون هذه الدائره الفرديه. وفي خطوه قد تشكل جائزه ترضيه للجميع، فالتوجه على ما يبدو هو بالسير بالقانون الحالي ولكن معدلا، تجنبا للتاجيل ومنعا للتمديد. تقنيا وزارة الداخلية جاهزة للانتخابات، وهيئة الإشراف على هذه الانتخابات تعين قريبا، لكن الأهم يبقى في التوافق على صيغة لقانون انتخابي تطمئن الجميع وتبدد الهواجس. من القصر الجمهوري ولبرنامج هنا الرياض، مرسل كرم الإخبارية، شرق بيروت. ولمناقشة هذا الملف الخاص باستحقاق الانتخابات النيابية في لبنان وأفاق إنجاز قانون جديد تتم بموجبه إما الإبقاء على قانون الستين، ينضم إلينا من بيروت رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية صلاح سلام، وكذلك طوني أبي نجم المحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ بالسيد صلاح سلام. سيد صلاح، برأيك اليوم أين يمضي لبنان في مسألة تعديل القانون أم الذهاب إلى قانون جديد؟
بالواقع يعني الوقت يداهم الحكومة والعهد الجديد في وضع أو البحث في قانون جديد للانتخابات، لأن المهل أصبحت على الأبواب، على وزير الداخلية أن يدعو للانتخابات في فترة أقصاها 18 من شباط المقبل، وبالتالي لم يعد هناك متسع من الوقت للبحث في قانون جديد. المشاورات التي تجري والاجتماع الذي حصل اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية كان محاولة البحث بإمكانية وضع يعني تعديلا لقانون 60 أو وضع صيغة تجمع بين النسبية والأكثرية، بين نظامي النسبية والأكثرية في الانتخابات لتمرير هذه الانتخابات ولو لفترة انتقالية سريعة، ولكن هذا الاجتماع لم يتوصل إلى نتائج ملموسة بعد، وهناك اجتماعات متوقعة في الأيام القليلة المقبلة للبحث في المخارج المناسبة. بالواقع أن هي أزمة العهد بقدر ما هي أزمة الحكومة الحالية، لأن الرئيس ميشيل عون كان دائما ضد التمديد لمجلس النواب وضد العمل بقانون انتخابات 60، كان أشد المعارضين لهاتين النقطتين بالذات يعني طوال السنوات الماضية. هو اليوم يجد نفسه إما مضطر لتمديد لمجلس النواب تحت شعار تمديد تقني في حال اعتماد النسبية في قانون انتخابات جديد، هذا التمديد التقني قد يمتد بين 6 أشهر أو سنة، أو هو لابد أن يقبل بقانون 60 معدلا ببعض الشيء حتى تجري الانتخابات في مواعيدها المقررة في شهر مايو أيار المقبل. نعم سيد طوني أبي نجم، الرئيس بري يقول لا أسوأ من يعني من الوضع الحالي إلا التمديد لهذا المجلس، وأن قانون النسبية هو الخلاص. يعني الفرقاء اللبنانيون هل يذهبون في نفس وجهة هذه في وجهة النظر التي يراها الرئيس بري، أم أن الأمور لا تبدو حتى الآن ربما واضحة لبعض الفرقاء، أو أنهم مترددون على أغلب الحال؟ يعني ما طرحه الرئيس نبيه بري فعلا محير، لأن الرئيس بري هو رئيس مجلس النواب اللبناني، ومنذ أكثر من 7 سنوات هناك لجان ولجان تدرس مشاريع قوانين واقتراحات قوانين، وبالتالي كان من السهل بما كان على الرئيس نبيه بري أن يعرض مشاريع القوانين الموجودة لديه على الهيئة العامة ويتم التصويت، وبالتالي نكون أنتجنا قانونا جديدا للانتخابات. ما يجري اليوم هو محاولة لتضييع الوقت، لكسب الوقت، في محاولة للوصول والقول لم يعد أمامنا متسع من الوقت، وبالتالي علينا إما أن نذهب إلى انتخابات بموجب قانون 60 المعدل في الدوحة، وأما أن نمدد لمجلس النواب. ما اختلف في الوضع اليوم هو وجود رئيس للجمهورية يرفض هذان الأمران، وبيد رئيس الجمهورية أكثر من سلاح دستوري أو سلاح بمعنى الصلاحيات بدأ يلوح بها، بدءا من رفض التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بموجب القانون النافذ قانون 60 حاليا، وصولا حتى ضمنيا الى تهديد بسحب وزرائه من الحكومه والكتله اللي معه يلي هن اكثر من الثلث زائد واحد، وبالتالي تصبح الحكومه مستقيله. وقرانا اليوم انه ابلغ من يعنيهم الامر انه اذا بين الفراغ، لانه لم يقبل بالتمديد، بين الفراغ على صعيد مجلس النواب وبين التمديد هو سيكون مع الفراغ، وبالتالي اليوم رئيس الجمهوريه يضع الجميع امام مسؤولياتهم. حصلت مماطله طوال السنوات الماضيه، والبعض يحاول اليوم أن يعيد إنتاج نفس الأسلوب على الجميع في نظام برلماني ديمقراطي، أن يذهبوا إلى مجلس النواب وأن يصوتوا على القوانين الموجودة، وبطبيعة الحال سيكون هناك قانون يحظى بالنصف زائد واحد المطلوب لإقرار قانون جديد، إما نحن في نظام برلماني ديمقراطي وأما في نظام قبلي عشائري لويا جرجا يحتاج إلى موافقة مسبقة بين الجميع، ونكون كمن يلغي النظام، وبالتالي لشو بدنا قانون انتخابات وانتخابات؟
إذا نحن بدنا بكل شيء أنه كل العالم توافق مسبقاً على كل شيء، فبالتالي ما عدنا بحاجة لانتخابات. نعم. من أساسها. نعم. سيد طوني داني، أسأل سيد سلام، برأيك يعني هل يمكن بهذه الصيغة التي تحدث بها سيد طوني أبي نجم أن هناك مشاريع يجب الذهاب إليها والتصويت على أحدها، وبالتالي إفراز يعني برلمان جديد ومن ثم حكومة جديدة، أو الذهاب من فراغ إلى فراغ، من فراغ الرئاسي إلى فراغ نيابي؟ بالواقع يعني أمام مجلس نواب 17 مشروعا انتخابيا لم يستطع مجلس نواب أن يحسم أمره خلال في اختيار أحدها طوال السنوات السبعة الماضية، وبالتالي جرت محاولة السنة الماضية أيضا للإسراع في الاتفاق على قانون من هذه المشاريع المطروحة، أيضا لم توفق هذه المحاولة. لذلك أنا أعتقد يعني ما يحاوله رئيس الجمهورية حاليا هو الضغط على الأطراف السياسية للإسراع في الاتفاق على قانون انتخابات جديد، ولكن أنا لا أعتقد أن يعني يحق لرئيس الجمهورية أو لمصلحة العهد الجديد أن يكون هناك تهديدا جديدا بالعودة إلى الفراغ الدستوري، سواء على صعيد المجلس النواب أو على صعيد تعطيل الحكومة في حال سحب وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ومعهم وزراء القوات اللبنانية. العودة إلى سياسة التعطيل سلاح ذو حدين، لا يفيد العهد بل ولكن بالعكس يؤمن انتكاسة مبكرة للعهد، عود أن يؤمن له انطلاقة قوية وطنيا وخارجيا. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المسألة يجب أن تعالج بعيدا عن سياسة التهديدات والتصعيد والتهويل بالتعطيل والفراغ، لأن نحن بحاجة إلى حوارات داخلية معمقة للتوصل إلى اتفاق إلى قانون انتخابات يراعي جميع الأطراف وليس يراعي طرفا على حساب أطراف أخرى أو يراعي بعض الأطراف على حساب بقية الأطراف الأخرى. لذلك نعم. يعني نحن ندعو إلى الاستمرار في الحوار، إلى تعميق الحوار، إلى تكثيف هذا الحوار بين الأطراف السياسية للتوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي لابد منها، وخاصة فيما خص وضع النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية. نعم سيد طوني، برأيك ما مدى تأثر هذه الانتخابات بالحاصل إقليميا؟ يعني كنا نظن مع بروز معالم التسوية في لبنان وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة وإخراج البيان الوزاري بسرعة قياسية، كنا نظن أن ثمة مظلة إقليمية ما، أو على الأقل تفاهمات إقليمية ما أدت إلى تسهيل ولادة العهد الجديد والحكومة الجديدة، لكن يتبين الآن إما أنه التفاهمات كانت حصرا على موضوع المبادلة الذي حصل، بمعنى وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية ووصول الشيخ سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، ولم يشمل الاتفاق أكثر من ذلك، وهذا قد ينتج يعني مسارا كبيرا من التعطيل في حال لم تكن الأمور دخلت ضمن التفاهمات الكبرى، وأما نكون فعلا أمام تجاذبات ولكن ستؤدي بالنتيجة إلى حل ما. الاجتماع الذي حصل اليوم في القصر الجمهوري جاء نتيجة للضغوط التي يقوم بها رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يكفي، لأن المشكلة الأساس في لبنان تكمن في إصرار معظم الأطراف على قانون انتخابات يؤمن مصالحها على حساب التمثيل الحقيقي. وفعلا كما قال الأستاذ صلاح سلام، منذ 92 وحتى اليوم نصنع قوانين انتخابية في لبنان كل مرة قبل الانتخابات بشهر بشهرين، ومنفصلها على قياس النائب وليد جنبلاط، ولو كانت دائما على حساب المسيحيين في لبنان ما في مشكل. وبالتالي اليوم بكل الحسابات اللي عم تنطرح وبكل المشاورات اللي عم بتصير، صرنا بدنا نشوف بس كيف ممكن مراعاة النائب وليد جنبلاط، وبذات الوقت وضع المسيحيين والعودة إلى التمثيل الحقيقي للمسيحيين، هيدا ما نجرب نخليه على جنب ونحاول من خلال قانون 60 أنه بعض الأطراف غير المسيحيين يبقوا مهيمنين على مجموعة كبيرة من النواب المسيحيين، وبالتالي إقليميا
إذا بده يكون في إنتاج أو مساعدة على إنتاج لحل هالمرة ما في يمرق خارج الحوار مع رئيس الجمهورية تحديداً وضمن الشروط يلي وضعها لناحية رفع التمثيل أو تحسين التمثيل المسيحي بأي قانون جديد. والمفروض على القوى السياسية تنظر إلى قانون في معايير موحدة في ثوابت واضحة وبيعكس تمثيل صحيح ويكون عصري، وإلا إذا ما في وحدة المعايير وبدنا نرجع نخيط ونطرز قوانين على قياسات البعض منكون عم نرجع ننتج ذات الصياغ يلي عشنا فيها. نعم. بظل الوصاية السورية طوال المرحلة الماضية. نعم. سيد سلام، برأيك مدى قدرة يعني رئاسة الجمهورية على المضي في تفاهمات يعني مع باقي الرئاسات وتحديدا السيد نبيه بري في هذه الجزئية تحديدا باختصار إذا سمحت؟ بالواقع يعني ليس هناك تباعد كبير بين الرئيس ميشيل عون والرئيس نبيه بري حول هذا الموضوع، لأن الطرفان يؤيدان اعتماد النسبية، ولكن الفرق هو الذي كيف يتم اعتماد النسبية، وهل يكون كل لبنان كل المحافظات وكل الأقضية تعتمد النسبية، أم أن هناك بعض المحافظات تعتمد نسبية والأخرى تبقى على نظام الأكثرية. هذه الحقيقة يعني هذا التناقض هو الذي يؤخر التوافق على قانون انتخاب جديد، لأن ليس هناك اتفاق بين كل الأطراف على اعتماد النسبية في كل المحافظات، كما أن ليس هناك اتفاقا بين هذه القوى السياسية الاعتماد الأكثرية. ولكن نحن على ثقة بأن كل الأطراف السياسية لها مصلحة بتجاوز هذا المأزق بأقل خسائر ممكن وفي أسرع وقت ممكن، لأن الضرر في حال فشل في التوصل للاتفاق حول قانون الانتخابات سيلحق كل الأطراف السياسية ويؤكد عجزها وفشلها في إدارة شؤون البلد. شكرا لك سيد صلاح سلام، شكرا لك أيضا سيد طوني أبي نجم، الشكر لكم أعزائي المشاهدين، نراكم غدا من الرياض.